حاجه سيده. ايوه حبيبتي، مساء الفل. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اقعد اتفضل. انا قاعده مع الحاجه سيده في عابدين وسط اهالينا، اهالينا الطيبين، اهالينا اللي الناس متخيله انهم مش موجودين. حاجه سيده ست بألف راجل. يا رب يبارك. ست واقفه مش لوحدها، واقفة بتربي ستة. ستة لازم نسمع حكايتها عشان أهالينا في البيوت يعرفوا إن أهالينا في الشارع وراهم قصص عظيمة لازم نتعلم منها. ست سيدة. أيوة حبيبتي. عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه الحلاوة دي؟ ربي يبارك لك يا بنتي. أنا جاي لك مخصوص. يا رب يخليك، أهلا وسهلا. احكي لي حكايتك كده يا ست سيدة. أنا معايا ست العيال، ولد ومعايا ربع خمس بنات. عنده 71 سنة، وجوزي كان سواق، هو اللي كان معيشنا. أما توفى أنا 11 سنة اشتغلت. يعني حضرتك ابتديتي تشتغلي وأنت عندك 60 سنة. أول ما جوزك توفى لقيتي نفسك في الدنيا معاكي ست عيال، منهم بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة. احكي لي بقى من لحظة وفاة جوزك. إن أنا محدش بيعيننا، بس قلت يا ربنا هيعيني، الناس هنا بيعينوني وبيدوني، ربنا بيرزقني من هنا ومن هنا. وديني ماشيه مع اولادي. امتى اليوم اللي قفلتي على نفسك وعيطتي من قلبك وقلتي يا رب انا تعبت؟ كتير. اكتر يوم عيطتي فيه مش قادره تنسيه؟ لما توفى راجل وقال كل الرجال. ولا كان محوضنا لاي حد. عرفتوا ازاي؟ حبيتوا بعض ازاي؟ لا دي احنا اهالي. عشتي معاه كام سنة؟ عايشة معاه كتير، من وانا عندي 17 سنة وانا متجوزاه. ولا هني في يوم ولا بهدلني في يوم ولا شغلني في يوم ولا أي حاجة. أنا ما اتبهدلتش إلا من بعده. كنت بتحبيه؟ أوي 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 أوي. الله يرحمه. طبعًا ما نقدرش ننساه أبدًا. لحظة الوفاة بقى حسيتي بإيه؟ أنا بقول لك بندم. ندم؟ ندم ازاي؟ ندم ان انا كنت عايشه مع راجل وراح مني في ثانيه. في ثانيه راح، في ثانيه ما طلعتش البيت. عملت ايه؟ كنا بايتين في الحاره. اربع ايام قاعدين في الحاره. واول يوم طلعتي اوضتكم؟ لا ما دخلتش اوضته. ليه؟ كده هخش مش هلاقيه قدامي. ما هخش زي الاوضه. بقيت قاعده اوضه العيال.